نجم النادي الاهلي واربعه بطولات افريقيه، وواحد من الناس اللي داخلين معانا النهارده في ارقام يعني كبيره جدا مع النادي الاهلي، وواحد من الحقيقه اللي خليني اقول الوشوش الحلوه اللي جت وجابت معاها نجاحات وبطولات وقدر يقدم نفسه بشكل جديد ومختلف تماما. محمود عبد المنعم كهربا هو اللي معانا على التليفون. مبروك يا كهربا، الف الف مبروك، والقادم افضل دايما زي ما تعودنا معاكم ومع النادي الاهلي. حبيبي احمد، الله يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يخليك، وبشكرك على الكلام الجميل دوت، وان شاء الله كده يعني ما تكونش اخر البطولات باذن الله. لا ده احنا عندنا موسم مرهنين عليكم كلكم فيه، احنا عندنا موسم، واعتقد ان انتوا في دماغكم من النهارده بتفكروا طبعا في ازاي هنحضر للموسم اللي جاي. عندنا سوبر افريقي ممكن يكون قريب جدا، عندنا طبعا بطوله الدوري، يعني انا عارف انكم بمجرد ما بتحتفلوا بالبطوله. وانت كنت بتقول ايه هنا يا كهربا؟ انا مش واخد بالي يعني لقطه اللقطه اللي انت لابس فيها النضاره البيضاء. ايوه كنت لا لا يمكن عملت احتفالات كتير والله، انا كنت فرحان جدا، كان من اسعد ايام حياتي طبعا ان انا كان نفسي اخد البطوله ديت جدا. عشان تبقى انت كام بطوله مع الاهلي يا كهربا دلوقتي؟ والله انا ما بعدش البطولات بصراحه. طب قول لي